بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرديو برامج كذي تحرين نوها إن كبرني ما تدري حسابته إن واحد نكود يشيلني بحر إلى هذا لينير برنامجك لينير برنامجك واحد سوق على ناي قيبتي هراء بيلسكي ولي واحد نوضنا يعني نسيه دو برامجك نوقف فضالة يعني محل دينا لقب صنو حسيت هذا الصور كذي براني إمك واحد يقول إنه الصور يعني ما كان يسمى كذا ده كي تضاد يكون قاعد نصور كا واحد اللي نفيد ماكسيمم and minimum values قيمها أوير هي قيمها أقصر هي فاكشن كا من بحنا ال p equal 5 x minus 3 y استدري هون بحنا قاعد نه سل بينو قاعد يمكن بحنا قاعد نه p بينو قاعد ما كان يمكن بحنا ده b سل بينو قاعد انت بدل سل بينه انت بدل عانه b ده يمكن برفي في منو كذا هذا هو فاكشن كان يمحوية إلا وانا يحسيت هورا براناية فاكشن كان هو ماكسيميسيشن أما مينيميسيشن فاكشن كيوريان أما أبجكت فاكشن كي يلبون غاية كونسترين تسكينة إما كونسترين تسكينة ونصوين كرنا لكن محبا كونسترين تسكينة وما بحني مك محا هذا بقى محا نغاية نهاية سنة شاحن كان بين نهاية سنة واحد اللي يلي given the visible region graphed below visible region كوا محيوة region كاسوية ريتشن كاو يود حياة فرتال لين كيف هذا الصور نسيت الحلاي بود حياة ما أفر لين أود حان كنا دافل في جيسون لون كنا سدح جيسون لون كنا في سبب ريتشن كو شيب كو يالنا يو أيوم بمهم ما ناس هذا هو إمك وحياة بحين آد كود دار الأرض هو حكم ده مرض إن جراف كي هيصنع أو إنه في سبب ريتشن كي هيصنع محيط نريد ماكسيمم بوينتسك حاجين كسو صارنا ماكسيمم بوينتسك حاجين كسو صارنا بيوندر أفتح محيط ده جراف graph kayn eegna corner shiisa corner points kan eegna corner ha kuma yaqreeya corner halka muxuu kaga beegan yahay 3 x kaga beegan yahay waydana 4 buu kaga beegan yahay corner asu waa 3 iyo 4 weeya corner ha hadayn eegno halka waa x 6 buu kaga beegan yahay waydana 2 buu kaga beegan yahay 6 iyo 2 waydana muxuu kaga beegan yahay 2 buu kaga beegan yahay halka hadayn eegna ayana x 10 buu kaga beegan yahay 0 waydana muxuu kaga beegan yahay 2 0 iyo 2 baan haysanaa halkana ayaa x ta wuxuu kaga beegay -2 waydana wuxuu kaga beegay waydana wuxuu kaga beegay -2 x na 0 wuxuu kaga beegay 0 iyo -2 shaxan keenni wuxuu sameeyay 4 corner ayuu sameeyay halkana hadaan dibadna corner-nahi ku qorno corner points ka dhan ku qorno and corner points ka inaan ku qorina ما هي نهاية سنة؟ تين كاكا بيلونا بدي تري يا فور بان هاي نا هاي بقى هاي نا سيس يو تو وين هاي سنة؟ ما هي نهاية سنة كله سيلو يو تو وين هاي سنة؟ ما هي نهاية سنة كله سيلو يو مانيش تو وين هاي سنة؟ هنا كم حال لقيت هوا مرك هذا بيمك هنا كم حال لقيت دوني إنه سو صارنو هنا كم حال لقيت إنه سو صارنو ماكسيمم بوينت and minimum point كان لقيت دوني إنه سو صار halka doonka maxay ma yar ka p barka inay maansa barfud kiba kasoo qaad soo aan laba ay tamo in kasoo qaadano in macaashka heli lama soo qaad dhimaha een ka sarso waka tanka han ku ogaanayna point ka ugu badan bay inta ka ogaanayna marka maxay noysana objective function keenni no soo qaado maxay noysana 5 agas ama maximization and minimization minus 3 way banaysa بنيد لي سوق قادنا الكورنا كود بن سوق قادنا 3 4 سوق قادنا حتى اي سوق صار 3 بن كود درينا 5 تايمز 3 ورمال هند 5 تايمز 3 ماينس 3 هاك واي نحن محن كود درنا كان واي اكس تي كان واي دي لاي بدل كان في كان واي 3 غير واي اكس تي واي دون واي 4 دي هذا ستاك زامبتي ما هنا هذا كان 4 سوما 4 بن كود درينا 5 تايمز 3 واي بس واي 15 واي and minus 3 times 4 هم كانوا قلنا يا وتو ألف قوي لما ذي نوك اللي قوي محصل قلنا 3 برف صوب هاي بنا قلنا يا 3 بنا قلنا يا وأمر كات صار هذا الكوس صوب عادنا لبا and لبا أيتم برد صار هلا يبينا يا مر كأيتم كوبات صد لمن لقى يبيو أيتم كلاوادنا أفر لقى يبيو معاش كوس صوب هاي بنا قلنا يا 3 بنا قلنا يا and محصل صوب عادنا كل حاجة بين كل حاجة نص صوب عاد 6 يو 2 هاي سنة هل كأي تالو سيس فاندي يا خا ايكس طالبه سوما هاك هو يطالم فاندينا 2 اندغنا يا تايمز 2 واحد 3 5 تايمز 6 واي مسا
صدر لابد من سكول ثويم سوى ليه ويا وتريت نسي سوى ليه هلا هاي نلا سوى عليه أفرج تبرك صباحي 24 ويا هاي بوينت كلا سيرو يتوين هاي سنة أجلس سيرو ينقادنا هنا ويا نتوين نقادنا هنا تي محين ولا جي مركا أجلس راح ينقادنا هنا زيرو أقول أنا 5 times 0 minus 3 times 2 وحنا أنا 5 times 0 was 0 minus 3 times 2 وحنا نصو بحس minus 6 هل رح أقول أنا minus 6 مرة قايسة أنا minus 6 مرة قايسة هل رح أقول أنا 0 يو minus 2 مرة قايسة أنا لذي P سيكو تبعنا رأينا 5 times أي معنى قاطع X 0 وانا نكتالين هل هل تعلم and what is the maximum value way halka hadba markay eegno kam hayno leena sag maximum kiyo wa maximum value kanam hun qoreysna minimum value minimum value ka sidana okay and markaan hadaba adeynu tusaale laba item ka soo qaadno waxa laga yaabaa in labada item ay noo ka arkayno kayno wanaagsan in ganacsi ka furo ganacsigu soo wanaagsan yahay kayno macaashka badan leh wax laga yaabaa inuu ogaano laga yaabaa balse tusaale hadda ka soo qaadaan ba afarad marka la soo saaray laba item baa la iibiyay marka itemka kubad lix laga iibiyo item kala badna laba laga iibiyo macaash ugu badan inuu soo baxayo laba salaha afraad tan milyan dadka brothers ka shaqeyno aan waa ka sameeyo shaqeyno ay ku sii toobaran and minimum ka ahay hadii item kan hore aan waxba laga iibinin item kala badna laba laga iibiyo macaash iska day deficit ba laga galiyo soo khasaare laga galiyo marka kii uu hoosin saasuno hadba markaynu fikirayno maskaxda shaqeysiino salaan ganacsi ninka ganacsaniye baa ka soo qaad labadan item kiba macaash badan leh ayay rasmiish meesha saaray bi item ka hore agasta aynu u taagnay ayaa macaash badan leh way halkan ka eegba markay nu badinay item ka hore lix ka dhignay aynu macaash ugu badan helay item ka markaynu aynu iska deynay inu kan qaadanay dambana macaashkeena waxa noqday zero marka labada item kiba hadba tixgelin aad ganacsada tahay item ka hore badanana marka قال لو أتم لو أيتم كهراء سويب ستو أيتم كده من الصدق من أفعل من هذا سوبر سيد سيد مكسي من بروفي أنصو صارت إن ما كان حيس ده حيجا هذي له برو مسكي أو قرن أو إن ترتشو إن أو إن جراف قصة مين إن أو إن نو سبجكتيف أو إن سمين أو سبجكتيف محيانا الفكشن كي أو إن كونستري فكشن كي سمين إنه أو إن مكسي من عمين ما كسوا صار إنه أو إن فيس كل ريتشن كي سمين إنه أي إن حيس ده حيس تحكتني إن شاء الله تعالى نودي الجروب هنا لبدا تصدق هذا السؤال يسكو حيجي وحنو ترى قال عشر كان عدده كويلة ذكي tabar la sii qaataa ardayga imtixaan la leeyeen graafka fahmi waay graafka fahmi waay kii hore inuu fahmo een waxaan u taagan markaa ardayga in base horta marka hore ka dhismo oo fahmigiisa wanaagsan raado een kulli xisadana waxaan u tala galay in ardayda afka Soomaaliga ku hadasha maadada xisaabta in ugu fududeyno ardayga maxay u helo debarki iskuulki wax ku soo dhigto oo wuxuu kala dhigan karo macallin goor kasta iyo goob kasta wuxuu dhageyn karo ee lagu talagalay oo dumar kasta uu reference aad ugu heli karo een heesadaha insha Allah ardayda aan ogeyn say uga faa'iideystaan la share garay oo la wadaaga een intan heesada heesada tagta kulmi doono waa macallin maxamuud calaala salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh